خلاص براحتك، لو مش عايز تحكي بلاش. انا زي ما انت شايفاني اهو، من غير تفاصيل ولا حكايات. انا بصراحه مش شايف حاجه خالص، بس عموما براحتك. انا هقوم اروح الحمام. سلام يا دكتور. كفارة يا زميلي. عايز أقابلك. معقولة؟ تحب عندي ولا عندك؟ أنت تستظرف يا ريح أمك؟ قريب أوي هنقعد مع بعض. قعدة طويلة شوية، بس لسه وقتها ما جاش. أنا قلت بس أمسي عليك وأفكرك. بكرة خمسة. خمس سلامات مؤقتة يا دكتور. يعني لو بفرض الراجل ده عايش انت مضطر تواجهه ولوحدك.